السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. النجاح الملفت والباهر اللي حققته الزيارة الأربعينية واللي كان نتاج طبيعي لحجم المجهود المبذول ما يمنع من البحث في إمكانات تعظيم هاي الخدمات المقدمة حتى تتناغم مع الأعداد الهائلة والمشاركة في هذه المناسبة واللي يشير عدادها إلى الزيادة المضطردة في كل عام. ومن أولى أولويات هذه الفرص وبناء على المعطيات المتوافرة أن يتم توسيع للساحات المخصصة للوافدين في المنافذ الحدودية بما يمكنها من أن تكون محطة راحة، فضلا عن زيادة عدد العناصر المكلفة بتدقيق البيانات لمنع الزحامات وصولا إلى الأهمية الميدانية في توسيع منافذ المدن المقدسة وعتباتها حتى تكون ملائمة لدخول الأعداد الغفيرة الراغبة بالمشاركة في هذه المناسبات المليونية. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، القوات الأمريكية في العراق يبدو أنها مطمئنة من عدم الرد أو صدهم عن الانتهاكات، لذلك تكرارها صار شيء طبيعي عندهم، خصوصا وأن الحكومة الحالية في صمت مطبق. انتهكت السيادة العراقية، الدماء أريقت، المصالح الشخصية تتطلب الصمت وعدم التنديد على أقل تقدير اللي اعتادينا عليه بكل حادثة تنتهي بتنديد ثم يغلق ملفها. زينب هي الضحية اللي استشهدت على يد القوات الأمريكية اللي تتدرب بمعسكر فيكتوريا بالقرب من مطار بغداد، هاي القوات اللي كان إلها موعد بالخروج من الأراضي العراقية، لكن كالعادة أيضا ماكو تنفيذ ولا اتخاذ إجراءات. اليوم أمريكا تصول وتجول داخل حدود البلد بذرائع وهمية، وحكومة تصريف الأعمال تضع يدها بيد الولايات المتحدة وحضور الاجتماعات. طيب هذه الاجتماعات على أقل تقدير رفعنا صورة الفتاة المغدورة اللي قضت على يد قوات الاحتلال أثناء ما يتدربون. هذه التساؤلات كلها راح نثيرها بملفات حصادنا لهذه الليلة مشاهدي الأحبة، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. تتجلى أهمية الأخذ بالنقاط اللي تم التأشير عليها بأن هنالك نقاط ضعف في الزيارة الأربعينية ووضعت عليها دوائر بغية دراستها وتفكيك صعوبتها أو تحويلها إلى عناصر قوة تضاعف من نجاح الزيارة وقدرتها على استيعاب العدد الأكثر من الأعداد الراغبة لإحياء هذه المناسبة المخلدة في النفوس. نفتح وياكم هذا الملف لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعده أن مراسلنا علي حبيب. مع إنهاء الملايين من الزائرين أحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بنجاح دون أي خروقات أمنية، فالخطة المحكمة على مدار أيام الزيارة تمكنت فيها القوات المكلفة من حفظ أمنها من هجمات الإرهاب والبعث اللذين نصب المصائد لاستهداف القاصدين لكربلاء المقدسة، لكن اليقظة التي تتمتع بها هذه القوات فوتت الفرصة عليهم. إتمام هذه الملحمة الإنسانية والاستثنائية التي اجتمعت فيها كل الهويات الفرعية ومن مختلف الأنحاء، فالمقصد واحد زحف بشري نحو سبط العدنان. فمعطيات الزيارة التي شارك فيها ما يتخطى 20 مليون زائر لقبلة الثوار وسط خدمات ذاتية تسابق فيها أصحاب المواكب الحسينية وقدموا أروع الصور في البذل والعطاء على طريق سيد الشهداء. هذه المقدمات وحتى مع انتهاء مراسم الزيارة لا تمنع من البحث في فرص وإمكانات تعظيم الجهود الحكومية والخدمية لتتلائم ومستوى الأعداد المتزايدة بالطراد، فهذا الحدث الإيماني الأضخم بلا شك يتطلب مزيدا من العمل والوقوف ميدانيا عند الإشكالات التي تشكل ندوبا في جسد هذه الشعيرة المليونية، ولا بد من الاقتراب أكثر عند المتطلبات الحقيقية. وفي المقدمة منها ما يتعلق بالمسارات الخاصة التي يسلكها القاصدون كربلاء لتفادي الحوادث المؤسفة ومشكلة التفويج العكسي للجموع المليونية وتوفير العناصر الكافية من الضباط في المنافذ الحدودية، فضلا عن إشاعة مساحات كافية للراحة وصولا إلى مداخل المدن والعتبات المقدسة والتي تحتاج بطبيعة الحال إعادة النظر بما يمكن انسيابية الحركة. فهذا الحدث يحتاج إلى مجهود بذات النسق الذي يخط فيه الموالون وثيقة الانتماء لأبي الأحرار. علي حبيب، الأيام الفضائية.
من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريم في هذا الملف الدكتور هادي العبودي الباحث والأكاديمي. حياكم الله دكتور ضيفي كريما. وسيجهز معنا عبر سكايب السيد فاضل عوز مستشار الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، إلى أن يتم تأمين الاتصال مع السيد عوز. أبدأ مع حضرتك دكتور هادي، اليوم نتحدث عن دروس الزيارة الأربعينية ومضامينها واستمرارية هذه المضامين. بطبيعة الحال كانت هناك تحديات كبيرة، مواكب الحسينية، الجهات المشرفة الساندة المقدمة للخدمة، استطاعت أن تحول هذه التحديات إلى فرص النجاح، وشفناها بهذه الأعداد المليونية، وما شفنا أحد الشك من الزيارة، أكو حوادث بسيطة. طيب شلون راح نقدر نثبت نقاط الضعف حتى بالنتيجة أيضا نحولها إلى نقاط قوة؟ أكيد بدأ نقول الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وخالص التعازي للأمة الإسلامية، لمقام الرسول، للإمام الحجة أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بهذه المناسبة الأليمة، وشكرا لدعوتكم الكريمة وتحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. بدءا الزيارة الأربعينية هي الحلقة الأخيرة في واقعة الطف، هكذا تعد، وهي التقاء الأجساد بالرؤوس. فلهذا يدور في الذهن أنه هنا كمقدمة لسؤالك الكريم أنه هؤلاء الشهداء على نحو عام وشهداء الطف على نحو خاص، ما هذه المكانة ومن أين جاءت هذه المكانة للشهيد؟ هذه كنقطة أولى يعني مهمة جدا. والنقطة الثانية، لماذا هذه الشعيرة على وجه الخصوص مع وجود المناسبات العديدة حتى نصل إلى ما كما تفضلت إلى الديمومة وتحديد النقاط؟ وهل يمكن الانطلاق من الأربعينية لبناء عراق موحد فعلا؟ احنا اللي يهمنا النتائج بصراحة، المباني العقائدية ناقشناها في برامج متخصصية في قناة الأيام، ولكن ببرنامجنا بما أنه اجتماعي سياسي نتحدث عن هذه الثمار اللي مؤخرا قطفناها، 21-22 مليون ليس بالعدد اليسير. أحسنتم. نتحدث في إطار التحديات التي تحولت إلى فرص، ويجب أن نثبت نقاط الضعف في البيئة الداخلية حتى نقدر نحولها. أحسنتم أحسنتم. فلهذا نبدأ ونقول مسألة بسيطة حتى نصل إلى هذه الشعيرة العظيمة والثمار التي نستطيع أن نلمسها لمس اليد، لأنه لا يحدثنا عنها التاريخ، نحن يعني يحدثنا التاريخ عن شعيرة الأربعينية من خلال واقعة الطف، نقرأ ثم بعد ذلك نستنتج ومن خلال الاعتقاد. الآن نحن نعيش، فلا نحتاج إلى أحد يعني يذكرنا. فنقول الشهيد أولا حتى نتصل بالأربعين والنتائج، وهل نستطيع أن نحتل نحن الآن هذه المكانة التي احتلها الشهيد؟ وأقصد يعني العراقيين على نحو عام، هل يستطيعون هذه الثمار يعني هذه الثمار الجنية، هل يستطيعون أن يصلوا بها إلى مرتبة الشهيد؟ أولا الشهيد حصل إلى من حصل على منزلة في الدنيا والآخرة لم يحصل عليها أحد مطلقا. عندما نجي إلى الحديث النبوي الشريف هكذا أنه لكل عمل منزلة حتى نصل إلى الشهادة فلا منزلة بعدها، هذه نقطة مهمة. الحديث الآخر يقول كل إنسان يدخل الجنة يتمنى الخروج منها إلا الشهداء، كل إنسان يتمنى أنه لا يخرج منها إلا الشهداء، يتمنى أن يخرجون 10 مرات لكي يستشهدوا في سبيله على المكانة التي حصلوا عليها. الآن السؤال، هل حصل الإمام الحسين على المكانة التي يرجوها هو لنفسه؟ بقرينة الحشود المليونية. أحسنتم. نتحدث بهذه المسألة، نتحدث بلغة الحشود أولا، نتحدث بلغة الأنا. الإمام الحسين عليه السلام بالتأكيد يعلم المكانة، إذن الآن هل عمل الإمام الحسين لذاته فقط؟ بكاء الإمام الحسين على المقابل في تلك اللحظة هل الآن نجني ثماره؟ الإمام الحسين ماذا عمل للأجيال؟ الثمرة الجنية الآن التي جناها الأجيال وهم على قيد الحياة، الآن هذه الجموع الغفيرة وهي على قيد الحياة حصلت على نتائج نتيجة استشهاد الإمام الحسين من دون أن نصل إلى مبتغاه الحقيقي الذي هو أراده. يعني الآن نحن في بداية الطريق حصلنا على ثمار جنية جدا. أنا راح تؤدي مفارقة دكتور. نعم. مفارقة لما طريق الزائرين اللي طوله أكثر من 100 كيلو متر. هاي على حساب بغداد. على إذا مجموع الأطوال توصل للآلاف. 300 ألف كيلو متر. فهذا الطريق يعني مفروش بالبشر، كل الشخصيات تحمل الطعام، ومن الصغير إلى الكبير، ومن ثم هنالك وسائل راحة. نعم. نتحدث هنا عن العذابات، هسيج واحد هو يلطم الصدر ويضرب الزنجيل، هذا يريد مواساة الحسين، ولكن أواسي الحسين لما أخليه الحشود الغفيرة متكدسة على الحدود،
أواسي الحسين لما أخليهم تحت أشعة الشمس بدون سقيفة؟ مو إحنا نريد نشخص هذه النقاط، نقاط الضعف، حتى نقدر شلون نعالجها في السنوات المقبلة. وتيرة الأعداد بدأت تتزايد منذ عام 2005 وصعودا، وصلنا 12 مليون 13 14 ولكن 21 22 مليون لم نتحدث عنها من قبل. إذا أحسنت، الآن الحديث أخذ مجرى آخر. وأنا أتمنى كنت الخوف في هذا الحديث، وفضلا عن الجانب الإعلامي اللي هو يتحمل المسؤولية الثانية، وتتحمل المسؤولية الأولى هي المرجعية الدينية في الحفاظ على الثمار، قبالة من؟ قبالة مؤسسات الدولة وهي المسؤولة عما ذكرته والتي أخفقت طيلة الفترة السابقة. الآن أصبح للعراق هوية جديدة، لنقول بصراحة الحكومات المتوالية، الأعمال السياسية المتوالية، اضطرنا الحديث إلى اللجوء إلى هذا، وإحنا نتحدث عن الأربعينيين. لدينا ما نباهي به الأمم، الكل يعتقد أن العراق قد خرج عن دائرة الدول بطبيعة الصراع الذي فيه، بطبيعة الحرب، بطبيعة الطائفية، بطبيعة إلى آخره. وعندما تذهب إلى الخارج، العراق الدمار، العراق الحرب، العراق اللا أمان، العراق المتفرق، هذه كباحث، أنا كباحث في خلال سفري إلى دول كثيرة من العالم، يتفاجأ الباحث الآخر والزميل الآخر في المؤتمرات، معقولة بغداد هادئة؟ معقولة المدن هادئة؟ الفرصة ثمينة جدا لكل مسؤول، مسؤول اجتماعي، ثقافي، سياسي، دين. الآن الحسين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم منحنا فرصة للحياة من جديد، فرصة الحياة الجديدة. أثبت الحسين عليه السلام أولا لذاته، وأثبت لأنصاره أنه هو المأوى والمأول، وهو سفينة النجاة التي ننتقل بها من حالة الركود والسلب إلى حالة الإيجاب. الآن إذا قدم لنا الإمام الحسين الفرصة، نحن ماذا قدمنا كزائرين أولا، ثم كجهات مسؤولة ماذا قدمت، ثم بعد ذلك كدولة ماذا قدمت؟ 2003 سقط الطاغية والحمد لله والشكر. عندما سقط الطاغية بدأت الناس شوقا إلى الإمام الحسين، بدأت الحشود وبدأت المسيرة الداخلية وقليل من الخارج، ثم انتقلت الهوية العراقية لتمتزج بهويات العالم فتصبح هوية واحدة نتيجة العشق الحسيني، وهي هوية الحسين. طيب، هذه نقطة جدا مهمة. هذه الحشود التي تطورت يوما بعد يوم، وبالمناسبة هذه ليس لها نهاية، لا نتفاجأ عندما يكون العدد 17 مليون ثم 20 مليون ثم لربما أكثر وأكثر. هذه المدة الطويلة إذا ما قارنا إمكانيات دولة مع إمكانيات فرد لا يملك القوت اليوم، فيحرص مدة زيارة الأربعين بإقامة الواجب للزائر الوافد من داخل العراق وخارج العراق. لنسأل سؤال الآن، لماذا لا تستطيع الدولة أن تقدم ما يليق بتلك التظاهرة المليونية؟ من أولا شنو الخلل؟ الخلل هو على النحو الآتي، هو الكلام ذي شجون. لا، احنا نريد نشخص حتى نجد معالجات. احنا يعني هسه مثلا قضية التعاطف مع هذه الزيارة أصبحت الإرادة الإلهية متحققة، ولكن نتحدث دكتور هادي عن المنافذ الحدودية، ناخذ زرباط، هي شلام غيرها من هذه المنافذ، نشوف الجانبين، يعني الجانب الإيراني والجانب العراقي. هنا 10 ضباط بالجانب الإيراني يخرجون الزائرين، تلقى لك ضباط 2 بالجانب العراقي. طيب هاي الأعداد راح تتكدس، كدست هذه الأعداد في المنافذ الحدودية. نعم، عدي السقيفة تؤويهم حتى داخل، عدي يعني الميل للاستخدام، ما نقول الصالح الشرب، ميل الاستخدام. حصل في كربلاء انقطع الماء، هسه بعد ما داخلنا كربلاء بعد على الحدود احنا راح نشوف هذه الإشكالات يا سيدي. طيب هم ندز مواكب على الحدود، ندز مواكب يشتغلون هاي الجوازات، ينظمون طوابير الزائرين. هذه المسألة لدينا دولة ومؤسسات دولة، لذلك ينبغي أن تكون هنالك وزارة تخطيط مسؤولة. نحن لا نستطيع أن نلقي اللوم على المرجعية أو رجال الدين أو الناس، هنالك دولة مستقلة ولديها إمكانيات هائلة ولديها خطة سنوية ولديها ميزانية، وهي تعلم علم اليقين أن هناك ظروف أمنية وسياسية وثقافية واجتماعية. هذه نقطة مهمة. الآن ما عمل وزارة التخطيط؟ هل الدنيا عبث؟ كل دول العالم سمعت في أزيار الأربعينية أكو دور للتخطيط دكتور؟ يعني إذا ما ظلمت أحد أقول لكل مستويات الدولة لا يوجد أي دور.
أنا لاحظت وزارة النقل دزوا تريلات اللي يحملون بها الشكا قبلوا بها زوار بالضبط. وهذا أيضا هاي نقطة خلل والتريلات مال الحشد الشعبي طبعا. زين خلي هسه ننتقل إلى الأستاذ فاضل عوز مستشار الأمين العام للعتبة الحسينية المقدس ينضم عبر الهاتف. سيد عوز أهلا ومرحبا بحضرتك، نتحدث عن بعض النقاط اللي تم تشخيصها كنقاط ضعف في الزيارة الأربعينية، نحاول نشخصها ونخلي عليه دوائر حمراء حتى نحولها من خانة الضعف إلى خانة القوة في السنوات المقبلة. قضية المطارات، استقبال الوفود في المطارات، عندنا مطار النجف، مطار بغداد، بالتالي عندنا مطار كربلاء ما تحدثنا عن مراحل الإنجاز، ما تحدثنا عن الجوانب اللي الاستيعابية حتى في مطار النجف. وإذا ردنا نقارن الأعداد أنه اللي تروح الحج للسعودية والأعداد اللي تجي لزيارة الأربعين في العراق ماكو مقارنة. أيضا نتحدث إذا قارنا المطارات، مطار جدة شايف أنه جد بإمكانيات متواضعة، ومطار النجف أيضا بهذه الإمكانيات. هذين تعتبرها نقاط ضعف سيد عوز، وشلون نشخصها وشلون نحولها إلى قوة؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العظيم. فلا شك بأنه هذه الأعداد وخاصة في هذه السنة المتميزة، يعني واقع احنا لاحظنا هذا الأعداد الكثيرة اللي دخلت إلى مدينة كربلاء منذ بداية شهر محرم الحرام، واستمرت الأعداد يوم بعد يوم لحد ما المفروض بأنه زيارة 40 تصير بيوم 20/0. احنا في كربلاء أصبحت زيارة 40 بدأت من تقريبا من 10/0 هي كالمعتاد مثل باقي السنوات اللي موجودة، نتيجة بأنه دخول أعداد من مختلف محافظات العراق بالإضافة إلى مختلف أنحاء العالم، يعني أكثر من 80 دولة دخلت إلى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين. طبعا هناك أمور لابد من اتخاذها، وهي بالنسبة توسعة المحاور اللي تدخل إلى مدينة كربلاء الواقع، يعني محور بغداد كربلاء، محور النجف كربلاء، محور باب الكربلاء، هذه المحاور مهمة. وكل ما هذه السنة طبعا هناك تم توسعة هذه المحاور الشوارع اللي تدخل إلى مدينة كربلاء، مشكور السيد محافظ كربلاء على الاهتمام في الجانب هذا، ولكن هذه الأعداد لا يمكن بأنه تكون هذه الشوارع وهذه المساحات موجودة تقدر تغطي هالجانب هذا بصراحة. طيب. لا مطار النجف ولا مطار كربلاء يقدر بأنه يستوعب هذه الأعداد اللي لاحظها بأنه أصبحت اليوم أكثر من 20 دولة، العفو 20 مليون يعني دخل إلى مدينة كربلاء خلال هذه الفترة اللي والحمد لله والشكر تمت السيطرة على هذه الحالة، نتيجة لأنه يعني التفويت صار أغلب الزائرين عندما يصل إلى مدينة كربلاء يحاول بأنه يبقى يومين ثلاثة. طيب. ويسحب إلى صار بس الدخول التفويج باتجاه سيد عوز كبيرة فاضل. التفويج باتجاه أداء الزيارة، يعني كان بانسيابية وجود المواكب الحسينية، محطات استراحة، لكن كانت هنالك بعض نقاط الضعف المشخصة بشكل كبير هي في التفويج العكسي. الكل لما غادروا مدينة كربلاء المقدسة واجهوا هذه الإشكالية الكبيرة، يعني أكو عندنا مسالك أخرى، وهذه مو قضية صراحة مو من القلائم على المحافظة، لأنه هي المحافظات المجاورة أيضا مشتركة بهذا القصور. طبعا هذا أكيد، وهذا طبعا الواقع اجتماعات يعني من قبل كل المحافظات خاصة استعدادها لزيارة أربعينية الإمام الحسين منذ سنة 2004 ولحد الآن، اجتماعات يعني الكل تحضر والكل تطالب الواقع بآلية بأنه التفويج بالعكس، يعني ستكون كفاية تكون يوميا يدخلون أعداد، ولكن أثناء انتهاء الزيارة نلاحظ أعداد كبيرة تخرج إلى كل من ضمن القاطع ماله، وهي معاناة سنوية يعني. والناشد دائما من الحكومه الاتحاديه بصوره عامه الواقعيه مثل ما تفضلت بانه موضوع كربلاء هو ما مشمول بس موضوع مسؤولين كربلاء عليها، بل يعني الواقع المفروض بان الحكومه الاتحاديه تلاحظ كربلاء وشنو اللي يتطلب لها، لان يعني كربلاء اليوم تمثل العراق بصوره عامه، العالم كله من يتوجه 80 دوله من تتوجه الى كربلاء
وكأنه تنقل للعالم بأنه العراق هذا وضعه، هاي إمكانيته، هاي استيعابه بشكل هذا. طيب اسمح لي سيد عوز، لا شكر، يعني احنا نشوف القضايا الايجابيه اللي بالزياره رغم هاي القضايا، يعني بس نلاحظ بانه التعاون اللي حاصل من قبل الهيئات والمواقف يقينا يقينا بصوره عامه. واليوم احنا لا نحدث كلمات في نجاح هذه الزياره، ولكن سيد عوز نحاول أن نشخص بعض الثغرات ونجد المعالجات حتى في السنوات المقبلة نعالجها. تفضل بقى معي سيد عوز، خلي بس أناقش الموضوع مع الدكتور هادي العبودي. دكتور هادي، لما نتحدث عن حلقات للوصول إلى المدينة المقدسة في كربلاء، كثرة القطوعات رافقتنا من أيام التحديات الأمنية الكبيرة وجعلنا قطوعات، هذه المسألة لا زالت مترافقة أو مرافقة للزيارة لحد الآن، يعني قطع كل كيلو كيلو وين وستوته وتوك توك وسياره. فبالتالي الزائر ما راح، اللي ما قادر على المشي واللي يسلك طريق طريق يعني عربات النقل راح يواجه صعوبه كلش كبيره. هذا تتخيل نقطه ضعف وشلون ممكن نعالجها؟ يا سيدي الفاضل، لنجعل مقدمه لمجموعه الاسئله ثم بعد ذلك ندخل مباشره حتى نكون موضوعيين وصريحين. يعني أولاً، هنالك دول ذات إمكانيات واسعة لم تستطع أن تنظم كأس العالم لوحدها، اشتركت دولتان مثل اليابان وكوريا. دول لم تستطع أن تنظم الأولمبيات. دولة مثل السعودية تدخل إنذار قبل الحج وبعد الحج لأعداد لا تتجاوز 3 ملايين. نناقش المسألة الآن على النحو الآتي: هنالك حدود برية، هناك حدود بحرية، هناك حدود جوية. في هذه النقاط الثلاثة هنالك نقاط ضعف كبيرة جداً يمكن تشخيصها، وعلى الدولة أن تتفادى ذلك في المستقبل. كيف؟ مطارات، كما تفضل ضيفك الكريم عبد الفتايز أنه قال أنه مطاراتنا محدودة، هناك مطار بغداد ومطار النجف، ولربما اشترك على ما أعتقد مطار أربيل أو جزء من السليمانية. لو أعددنا عدد الحملات أو الطائرات لا تستطيع أن توفي بالغرض. هذه نقطة جدا مهمة، أي بمعنى أسطول الطائرات غير كافي، المدارج غير كافية، المطارات تحتاج إلى إدامة، نحتاج إلى إنشاء مطارات لربما في كل محافظة. مداخل كربلاء كما تفضلت أنت، كربلاء تطل على عدد من المدن داخل العراق وخارج العراق. الزائرون القادمون للعراق لم يدخلوا من منفذ واحد، هذه نقطة جدا مهمة، من منافذ عدة. نحتاج من جديد إلى دراسة تخطيطية مهمة ومستقبلية، ألا وهي أن تكون هناك اتفاقات دولية. لا بأس، احنا نحترم الزائرين، كل أنا حتى في حديثي أقول لربما سيأتي يوم العراقي يتفرج والزائر الأجنبي هو الذي يدخل ونحن نحرم إكراما للقادم. لا بأس أن نقوم باتفاقات دولية بتحديد عدد الزائرين، بدخول الزائرين، بمكوث الزائرين، أعدادهم، من أجل أن يستطيع أن يقدم البلد عفوا خدمات طيبة من جميع النواحي. نحن نعلم أن البنى التحتية هي بنى يعني تكاد تكون متهالكة ولا سيما المحافظات، هذه أولا. الجانب الأمني، الجانب الأمني في البلد ما زال يحتاج إلى جهود الأمين والحشد الشعبي والقوات. كيف إذا دخلت هذه الأعداد بالملايين؟ بقي القطوعات يعني، وهذا النقل المتعدد. لا عفوا، حتى أصل إلى القطوعات، ما راح الوقت ما يدركني. هل نعتبر القطوعات، هل نعتبرها هي طريقة حديثة جيدة ملائمة بالحفاظ على الزائرين مع وجود شوارع متهالكة، مع وجود طرق ترابية، مع وجود زائرين؟ نحن الزائرون هم ليسوا في أعمار الشباب، هناك من هو متقدم بالعمر وهنالك نساء كثيرات. يا سيدي الفاضل، العالم الآن انتقل إلى محطات نقل وطرق نقل حديثة، لا يشعر الزائر حتى أنه يعني ينتقل من محل إلى آخر، ونحن ما زلنا حتى اللحظة كنا نعيش في مقابر النجف ننقل الزائرين من خلال الستوتات كما تفضلت وسيارات الحمل وغيرها. إذن على الدولة أن تنتبه، الآن الفرصة للبلد، وهذه الفرصة هي تصدير هوية عراقية حديثة نثبت للعالم أننا ما زلنا واقفون على أقدامنا وأننا نستطيع أن نبني البلد وأننا لدينا القدرة من خلال الإمام الحسين أن نلغي الهوية وتتوحد الهوية. لا بأس أن تلتفت الدولة إلى الطرق البرية، إلى الطرق البحرية، إلى الطرق الجوية، إلى الحدود والمنافذ. طيب سيد فاضل، نتحدث عن ما المدى الذي وصلت إليه أعمال التوسعة والأنفاق والبوابات في العتبتين الحسينية والعباسية.
طبعا هذا العمل هو الواقع ليس عمل آني، منذ أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة العتبة الحسينية والعباسية الواقع تحاول بأنه تشوف أنه لابد من يكون هناك توسعة، والحمد لله والشكر يعني توسعة مستمرة، والآن توسعة صحن العقيلة اللي 22,000 متر لا. مساحته، وتوسعت شارع الجمهورية اليوم، وصحن حبيب، وصحن الإمام الحسن عليه السلام، ومستمرين بالتوسعة للشوارع المؤدية للعتبة الحسينية والعباسية لا. ولكن هذا لا يكفي الصراحة، يعني أنا أيد ما جاء بحديث الأخ العزيز بأنه لابد أكو التفاتة من الحكومة الاتحادية على مدينة كربلاء، أما مثلا تحديد الأعداد الزائرين هذا مو ما أشوف بأنه في نوع من الصحة، إحنا دائما بأنه كربلاء هي مدينة سيد الشهداء وأبا عبد الله، بالواقع نشوف بأنه من هذه الأعداد موجودة أكو أي أكو أيادي فكرية هي اللي تسير هاي الأعداد بالشكل الصحيح، ولا كيف يعقل بأنه هذا 20 مليون يدخل إلى مدينة كربلاء رغم هذه الشوارع اللي موجودة ورغم الشوارع المؤدية. الواقع نتأمل وننتظر من الحكومة الاتحادية، وعدة سنوات إحنا صار لنا بأنه ناشد الحكومة والمسؤولين بصورة عامة بأنه الاهتمام بالشوارع المؤدية إلى كربلاء وخاصة من المنافذ الحدودية وتهيئة المطارات وتهيئة مستلزمات سيد عوز يعني الملاحظ انه توفي بخدمة الزائر الى مدينة نعم. كربلاء توفير كثير من الاحتياجات نعم. استاذ فاضل نلاحظ ان زخم الزائر لا زال قائما حتى هذه اللحظة، متى تتوقع ان يخف الزخم عن المدينة المقدسة يعني لحين وفاة الرسول نهاية شهر صفر على غير العادة هذه الأعداد المتواجدة في هذه نعم الأيام؟ نعم، هو سنويا الواقع إلى يعني مناسبة استشهاد الرسول أكرم محمد صلى الله عليه وسلم هناك أعداد موجودة، والواقع إحنا ننتظر أعداد يعني على علم بأن هناك أعداد نعم. كثيرة لحد الآن يعني ما وصلت كربلاء وتحاول أن توصل خلال هذه الأيام نعم. القادمة، والهيئات والمواكب ومضيف سيد الشهداء نعم. عبد الله الحسين وفقكم الله العباس، وكل الواقع هي ما تقتصر فقط على عدد المواكب الخدميه اللي صارت 12,500 نعم. موكب خدمي، بالاضافه بيوتات كربلاء بصوره عامه، بيوتات كربلاء فاتحه ابوابها واستقبال نعم. كل الزائرين من مختلف انحاء العالم، يكون بيوتات مفتوحه نعم. لم تكن هذه الخدمات مقتصرة على وقت محدد أثناء الزيارة 4 أو 5 أو 10 أيام، بل امتدت ما قبل الزيارة وما بعدها. أشكره شكرا جزيلا السيد فاضل عوز المستشار، مستشار الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، وشكر كثير حضرتك دكتور هادي العبودي الباحث والأكاديمي أثريت الحوار في هذا الملف. نتواصل معكم مشاهدي الأحبة في موضوع آخر بعد الفاصل، تتابعون من جديد. حياكم الله. رصاصة طائشة من ميدان التدريب أنهت حياة زينب ذات 15 ربيع، ما اختلفت كثيرا عن ريان المغربي اللي تجهد كل الأنظار بالتعاطف وياه بحادثة البير المعهودة، لكن زينب العراقية تلقى حتفها بإطلاق الجنود الأمريكيين، الكل يلتزم الصمت، الحكومة تتخذ موقف المتفرج بحسب ما ذكر المتابعون أن حكومة تصريف الأعمال تغض الطرف عن دماء البلد مقابل المصالح الشخصية، ومستمرة بطلب ولاية ثانية. لكن السؤال اللي يحرق القلب، ماذا لو كانت زينب من غير العراق؟ نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل هشام مري. بأي ذنب قتلت؟ البراءة تؤد على أيادي الاحتلال الأمريكي ليكون جسد الشهيدة زينب أهدافا يصوب تجاهها رصاص التدريب المنطلق من معسكر فيكتوريا، وأنين البلد اعتلى من وقع جرائم المعتدين، سيادة تخرق ودماء تراق وسط صمت حكومي لا يحرك المسؤول ساكنا ليسدد رصاصة أخرى بصمته في قلب عائلة الشهيدة. قضاء أبي غريب يستيقظ على فقدان هذه الفتاة ذات 15 ربيعا، وعلى غير العادة يخلو مكانها بين عائلتها حين ينطلق لمزرعتهم صباحا. فثأر زينب يبحث عن منظمات ليندرج ضمن حقوق الإنسان، فهي ليست الحادثة الأولى في تلك المنطقة، بل هناك الكثير ممن سبقها بنفس الكيفية والحادثة تلك، و
وكل هذا لا يهتز ضمير المسؤولين باتخاذ المعالجات الجادة. المطالبات تتصدر باستدعاء السفير الأمريكي والخروج من صمت الخنوع الذي قبعت به حكومة تصريف الأعمال إزاء انتهاكات أمريكا بدم بارد، والغريب أنها ترنو إلى ولاية ثانية، وبحسب المتابعين تخشى كسر الصمت لئلا تنزعج الولايات المتحدة وبالتالي يسحب بساط الحكم من سيطرتها. وبحسبهم أن حضور الكاظمي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوطيد العلاقات والحفاظ على المصالح، وإدانة الاعتداء تخسره ذلك. فمواقع التواصل الاجتماعي تندد الاعتداء الأمريكي بضرورة إبعاد المظاهر المسلحة عن المدن السكنية لئلا تفقد عشرات زينب ويتغافل عن حقوقهم أيضا. والخبراء الأمنيون يوجهون عائلة الشهيدة زينب برفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن قتلها، وإما خلية الإعلام الأمني تقر بفتح تحقيق مختص بوقوع الحادثة، لكن لا مؤشرات تؤكد ذلك، فكثير من الحوادث التي سبقتها أصبحت في طي الكتمان والنسيان. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه في هذا الملف. ارحب بضيفي الكريم الاستاذ كريم الاسدي الباحث في الشان السياسي. حياك الله استاذ كريم، ضيفا كريما. نتحدث عن زينب الله يرحمها. الاعلام ما حكى، السياسه ما حكت، الاوساط الشعبيه ما حكت، وزينب هاي الطفله اللي تطلع تحش الزرعات ويا ابوها لمده ساعتين بلا ريوق، تجيها طلقه من معسكر تدريبي للامريكان وتوقع بمكانها وابوها يحير بيها. ما حد علق على الموضوع، وصلنا لهالدرجة أستاذ كريم؟ طبعا بالبداية مساء الخير عليكم وعلى كادر ومشاهدي قناة الأيام الفضائية. أخي محمد، أعتقد هذه ليس المرة الأولى التي تعتدي بها القوات الغازية الأمريكية داخل العراق على المواطنين العراقيين. أعتقد هذه هي يعني من ضمن ومجمل العمليات العسكرية اللي قامت بها واستهدفت بها مدنيين عراقيين. أعتقد اليوم ميادين الرمي لها مكانات مخصصة. اولا ان تكون هنالك يعني رؤيه للحكومه العراقيه للقوات المسلحه العراقيه بتواجد القوات الامريكيه. تواجد القوات الامريكيه في هذه الاماكن بالنسبه لها وقريبه عن السكن، يعني منطقه بغريب منطقه مختصه بالسكان، واعتقد هي اغلبتها اطرافها يعني مناطق زراعيه. فاليوم يعني هذا العمل الاجرامي اللي قامت به القوات الامريكيه اعتقد يعني عمل ارهابي، وهذا لازم ان لا يمر مرور الكرام استاذ محمد. خليني في هذه الاثناء ارحب بضيفي الكريم الدكتور حيدر البرزنشي رئيس منظمه الوان الحوار، ينضم معي عبر سكايب. حياك الله دكتور حيدر، تسمعني؟ اهلا ومرحبا، وين كانت؟ طيب دكتور حيدر، نتحدث عن زينب عندما تصاب برصاص قوات الاحتلال. احنا اخر معلومات عندنا قالوا طلع الاحتلال بعدين يتدرب باقي المستشارين. لا رحمه الله، ولضيف الأستاذ أحمد ولمتابعي ومشاهدي قناة حياك الله. فعلى حال التدليس الحكومي وصلت إلى مرحلة أنه يتم كشف وجود هذه القوات المحتلة. طبعا طيلة تلك الفترة الانشغال السياسي والمشاكل الداخلية جعلت هذه القوات تتمدد إلى ميادين أكثر وأكبر، بحيث تصبح المدن الآمنة الآهلة بالسكان ميادين للرمي والتدريب، وبالتالي راح تحيتها طفلة عمر الورد رحمها الله، هذه الشهيدة التي فقدناها حقيقة، فقدها العراق برصاص الاحتلال الأمريكي مع الصمت الحكومي المخجل الذي واقعا يفترض أن يحاكم رئيس حكومة مؤقت على هذه الأعمال والأفعال، وعلى أقل تقدير رطبوا قلوب الجرحى من أهلها واذكروا بياناً على أقل تقدير إدانة. مشكلة بنيوية هكذا حقيقة بمنصب رئيس وزراء قائد عام قوات مسلحة لا تصدق مع أهلك وناسك ويقتل أبنائك الذين هم أمانة في عنق، والأمر لا يهم. لا بل الأنكى يأخذ الرئيس الأمريكي بالأحضان
وينسى ما فعله الأمريكي بالأوطان، وهنا الكارثة الحق التي هي أكثر إيناء وأكثر ألما على ذوي الضحايا ذوي الضحية. وعلينا نحن كعراقيين فرق كبير شتانا بين الثرى والثرية، بين من يرفع صوت الشهيد قاسم سليمان رضوان الله عليه رئيسي كمن يطأطئ برأس إلى قاتل أب بلدي. هذا المقياس وهذا المعيار الذي يجعلنا نصر إصرارا على أن إعادة هكذا نماذج الدولة العراقية حقيقة هو تسليم البلاد وللعباد أيادي المحتلين. طيب أستاذ كريم، يعني رغم مرور يومين على حادثة الطفلة الشهيد زينب عصام برصاص القوات الأمريكية، ولكن ما شفنا ردود أفعال سياسية على أقل تقدير، استدعاء سفير أمريكي، بيان احتجاج، مطالبة ب يعني ما أعرف يعني شو نسميها، والله إذا راح يكون أنه فتح تحقيق، فشنو مصير التحقيق اللي تتوقع يعني كمتابع للشأن السياسي؟ والله هي أمر مخجل جدا. اليوم مثل ما تفضل ضيفك العزيز أنه ريان المغربي أعتقد قامت الدنيا على هذا الطفل اللي وقع بالبير، ووكالات الأنباء والفضائيات وكل يعني دول العالم والدول العربية مهتمة بهذا الحدث بالنسبة إليه، واليوم ما نشوف هذه الشهيدة الشابة زينب الخزعلي يعني ردود أفعال من مثل رئيس مجلس البرلمان، ما يطلع يعني فد مطالبة حقيقية للقوات الأمريكية أو رئيس الوزراء. اليوم بالنسبة له لازم أن يكون هو قائد العام للقوات المسلحة، لازم أن يكون إلى فد موقف شجاع أو فد تصريح يندد به تواجد القوات الأمريكية. هي القوات الأمريكية اليوم بالنسبة إلها متواجدة على الأراضي العراقية، وهمان كل من يقول خروج القوات الأمريكية خارج العراق وبقيين فقط يعني مستشارين أو هنالك يعني مدربين للقوات العراقية. اليوم السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء يعني توجد أسلحة بالنسبة إلها، يا ما ضربت بالمناطق وخاصة شرق يعني المنطقة الخضراء، وأدت إلى تهديم الدور وأدت إلى جرح واستشهاد بعض المواطنين العراقيين. واليوم مو غريب يعني إحنا نلاحظ أنه الصمت بالنسبة للهيئات الحكومية بالنسبة إلها للكتل، حتى الكتل السياسية ما شفنا من يمها ذاك الموقف المندد والشجاع بالنسبة له. اليوم لازم أن يكون موقف حازم. هذه الشابة اليوم يعني قتلت بدماء باردة، شنو ذنب هي بالنسبة إلها؟ طالعة ويا أبوها جاي الساعدة على هذا الوضع التعبان اليوم بالعراق بالنسبة إلها، يعني رصاصة طائشة يعني تخترق جسدها تستشهد بنفس البكان. اليوم شنو هو يعني اللي راح يقدم الجانب يعني العراقي للجانب الأمريكي؟ هل هنالك يعني أكو تحقيق حقيقي وأن يكون هنالك يعني رفع دعوة قضائية ضد القوات الأمريكية المتواجدة بالعراق؟ لحد هذه اللحظة ما شفنا خلال هذا اليومين الماضيين ماكو هنالك أي تحرك بالنسبة إلى الأخ رئيس الوزراء. اليوم مسافر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالنسبة إلى، ونشوف الوضع الموجود اليوم بالعراق، يعني أغلب الفضائيات ما أنطت لهذا الحدث الكبير بالنسبة لأي أهمية بالنسبة لها، ولا الحكومة العراقية ولا مجلس النواب ولا حتى الكتل السياسية اليوم بالنسبة لها كان لها موقف واضح وموقف جريء اليوم موجه للجانب الأمريكي، أو أن يكون هنالك تحقيق عميق، أن تكون يعني ميادين الرمي المتعارف عليها بالعرف العسكري أنه هي بعيدة عن المدن، بعيدة في مناطق وليس في قلب العاصمة العراقية بغداد. اليوم ميادين الرمي الموجودة نلاحظ أنه الأحداث الماضية اللي ارتكبتها يعني شركة بلاك ووتر بالنسبة لها قتلت عدد من المواطنين العراقيين ومرت مرور الكرام، واليوم تحدث هذه الحادثة، وأعتقد لحد هذه اللحظة لن نجد هنالك يعني تحقيق حقيقي بهذا الموضوع، أو يكون هنالك يعني للجانب الأمريكي بالنسبة له يعني رفع الحصانة عن الجانب الأمريكي. إلى متى نبقى يعني أهلنا وناسنا تنزف دماء من هذه القوات المتواجدة على الأراضي العراقية؟ يوهمون العراقيين أنه هنالك خروج القوات الأمريكية، لا، القوات الأمريكية متواجدة وبكثافة عالية موجودة وميادين الرمي خير دليل على هذه في أطراف العاصمة العراقية بغداد وضمن العاصمة العراقية بغداد وأغلبها في منطقة الخضراء، وشفنا احنا الاحداث اللي صارت والبيوت التي هدمت في منطقه يعني الكراده وفي الجادريه بالنسبه لها الجرحى والشهداء والبيوت التي هدمت، فهذه ليس المره الاولى، ولكن لازم ان يكون هنالك حل حقيقي بالنسبه للحكومه العراقيه وموقف حازم للقوات الامريكيه بهذا الاتجاه. دكتور حيدر، كثير ما يثار موضوع السلاح المنفلت،
جيرت هذه العبارة لوصف فئة ويعني التشهير بفئة. طيب السلاح الأمريكي منضبط برأيك؟ يستخدم بترخيص من الحكومة العراقية داخل العراق؟ تلك قسمة ضيقة حاول كما تفضلتم من خلال منصات إعلامية سوداء ومن خلال إعلاميين ظهر أخذ ثمن دم العراق حتى يكيدوا من حمل السلاح لحماية العراق وللدفاع عن العراق وأهله، سواء كانوا أبناء المقاومة الأطلاء وأبناء الحشد الشعبي الكرام الذين سطروا أجمل وأكبر وأكثر الملاعب التاريخية حقيقة. كل ما اليوم ما نفتخر به من هؤلاء، لكن جرائم الأمريكية التي توالت على العراق طيلة سنوات الاحتلال ما زالت تتكرر وما زالت لديها، ما زال الأثر موجود لكن لا أحد يتحدث عنها. هذا السلاح المنفلت الغير منضبط المحتل، هناك اتفاقية بين الجانبين، في حين ذاك السلاح الذي يدافع عن أبناء الوطن ويحميهم من أشرار داعش قاعدة خلال الأمريكي يقال عنه سلاح منفلت. طبعا واقع الحال هذا، أولا أنا أسيق هذا الكلام طريقة أقاط أكثر حقيقة أكثر بلاء ووباء وبلاء على العراقيين. لماذا؟ لأنهم يروجون للاحتلال، وهذا في ميثاق الأمم المتحدة حقيقة يجب أن يعاقب ويحاسب هؤلاء إذا كانت مؤسسات إعلامية وإذا كانوا أفراد. لكن المشكلة بضعف القرار الحكومي وعدم محاسبة ومراقبة هؤلاء. أنا لا أتصور واقعا كيف ممكن لمجموعة ممن يدعون أنهم محبو لهذا الوطن ويحصلون على هذا يذهبوا باتجاه الترويج للاحتلال لمن يقتل أبناء الوطن. عجيب يعني. في مقارنة بسيطة ممكن أن نجعلها مقارنة بسيطة، ماذا حدث لو كان هذا الميدان ميدان الرمي لقوات عراقية أو قوات الحشد الشعبي وحصل من هذا الخطأ مرة واحدة؟ لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن الآن نجد على رؤوسهم الطير، لا أحد يتحدث بالأمر. لماذا؟ هذا يدل على هذه الوطنية المزيفة وهذا الادعاء الكاذب وهذه الحرب الناعمة التي يقودها هؤلاء وأضرابهم من أجل تغييب واقع تغييب الشخص طيب دكتور حيدر اسمح لي خلي اذهب الى استاذ كريم. استاذ كريم يتحدث الان عن الاجراءات، يعني ينبري محامون عراقيون اصلاء للدفاع عن هذه المظلومه في المحافل الدوليه في ظل غياب المسالك الحكوميه التي يجب ان تختص بهذا الموضوع. والله خلال يومين أنا شفت يعني مجموعة من المحامين وشفت مجموعة من الإخوان الإعلاميين الشباب قدموا دعاوي، وخاصة في محكمة الكرخ أعتقد الأخ الإعلامي أبو وسيم ومجموعة من الأخوة المحامين بالنسبة لهم أعتقد قدموا دعوة ضد القوات الأمريكية بالنسبة لها. ولكن لازم أن يكون هنالك على مستوى عالي، لازم أن يكون هنالك يعني شكوى لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن أنه القوات الغازية الأمريكية المحتلة للعراق فعلت هذه الفعل، وليس المرة الأولى كما قلت لك. إحنا شفناهم في أصعب الظروف في يعني بان دخول داعش للعراق هم يجهزون العدة والعدد وينزلونها للدواعش ويضربون بها أبناء الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية، يعني مش غريب عليهم بالنسبة لهم. بس لكن إن يكون هنالك اليوم هذه لن تمر مرور الكرام، لازم أن تكون للقوات يعني الأخ وزير الدفاع أو الأخ وزير الداخلية أن يكون هنالك اجتماع مشترك، أن تضع النقاط على الحروف، أن يكون هنالك يعني الحصانة اللي يمتلكونها الأمريكان مو بهذه الطريقة، يعني لازم أن تكون هنالك يعني قوة رأي للجانب العراقي يتباحث مع الجانب الأمريكي. وهذه المسألة مال الميادين العسكرية، ميادين الرمي الموجودة اليوم في المناطق السكنية في بغداد وحتى يجوز في باقي المحافظات موجودة، لأنه إحنا ما نعرف يعني تواجد يعني القوات الأمريكية في أي مكان يعني بالضبط، لأنه هنالك خلط للأوراق. واليوم هم استغلوا
يعني اعتقد اليوم الجانب السياسي الموجود على الساحه العراقيه وخلط الاوراق والارتباك الواضح اليوم على المشهد العراقي لتشكيل الحكومه العراقيه لضرب بعض النقاط الموجوده وخاصه هذه المنطقه، منطقه بغريب هي منطقه يعني محاذيه الى يعني الى العاصمه العراقيه بغداد، وبها خليط متجانس من يعني من الطائفتين السنيه والشيعيه، واعتقد هذه خلط الاوراق ومن ضمن المشروع التآمر الامريكي الموجود على تواجده وتمركزه في العراق. طيب دكتور حيدر في دقيقة لا تسمح، يعني دم زينب عصام ما راح يكون سبب كافي لخروج القوات الأمريكية عن بكرة بها من العراق؟ يعني بكل ألم وحسرة أقولها، دم الشهيد أبو مهدي المهندس ودم الشهيد قاسم سليماني كان يفترض أن ثمنا لخروج القوات المحتلة منه، مع كل تقديري احترامي وإجلالي لدم زينب الزكي، لكنه واقعا قياديين كبيرين عظيمين استشهدا ولم تخجل الحكومة العراقية ولا أضرابها من أن تعانق، قتلت من دافعوا بدمائهم الزكية عن أرضنا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حيدر برزنشي رئيس منظمة ألوان الحوار، وأشكر كثير حضرتك الأستاذ كريم الأسدي الباحث في الشأن السياسي. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.